حملة محاربة الفساد في السعودية استندت إلى أمر ملكي بإنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد في الدولة برئاسة ولي العهد النائب العام السعودي سعود المعجب أعلن بدء حملة التوقيفات مع الالتزام بعدم ذكر أي اسم مراعاة لحقوقهم الشخصية حتى وإن تحدثت وسائل الإعلام وقتها عن اعتقال أحد عشر أميراً وأربعة وزراء على رأس عملهم وعشرات الوزراء السابقين الاجراءات القانونيه تمت اولا بالتحفظ على اموال الموقوفين ومنعهم من استخدام طائراتهم الخاصه، ثم جرى نقلهم الى فندق الريدز كارلتون في الرياض. عمليه التحقيق في الريدز كارلتون التي دامت شهرين افضت الى الافراج عن عدد من الموقوفين بعد تبرئه ساحتهم او التوصل الى تسويه ماليه مع الحكومه. وبنهايه يناير 2018 اعلنت السلطات انتهاء مرحله التفاوض والتسويات بعد استجواب 381 شخصا لم يتبقى منهم في حينها سوى 56 موقوفا لم يتوصلوا الى تسويات ما يعني احالتهم على المحاكمه وفق القانون. وقد أعلنت النيابة السعودية بدء التحقيق والمرافعات في قضايا هؤلاء في أبريل 2018، حملة مكافحة الفساد مكنت خزينة الدولة من استرجاع أكثر من 400 مليار ريال سعودي أي حوالي 100 مليار دولار. تمثلت في عدة أصول عبارة عن عقارات وشركات وأوراق مالية وغير ذلك.